اهلا وسهلا بيكم على قناة اكسب اونلاين، حلقة جديدة من سلسلة الربح من الانترنت للمبتدئين. هنشرح فيها موقع هتشتغل عليه مش محتاج اي خبرة ولا اي معرفة باي حاجة تانية. لو انت اول مرة تشوفني اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة، ونكمل بعد الفاصل. الموقع اللي معايا الحلقة دي موقع مميز جدا للمبتدئين، لان انت هتقدر تحقق دخل من خلاله من غير ما يكون عندك معرفة بأي حاجة خالص. خليني الاول اقول لك الثلاث حاجات الاساسيين بتوع كل حلقة. اول حاجة ان ده شغل زي اي شغل عادي، يعني محتاج منك وقت ومجهود وتقعد تشتغل، وعلى قد ما هتقعد تشتغل على قد ما هتحقق ارباح. لان جيت قلت لك انت في ساعة زمن هتعمل قد كده، ولا في خلال شهر هيبقى معاك قد كده. على قد ما هتشتغل وتتعب على قد ما هتحقق دخل. تاني حاجة انك هتحس في الاول ان العائد قليل بالنسبة للمجهود اللي انت بتعمله، بس ده طبيعي لان الاشغال اللي انت هتشوفها بسيطة جدا زي ما هتعرف. تالت نقطة ودي الاهم، ان مفيش موقع مضمون على النت بنسبة 100%، يعني اي موقع مهما كان معرض ان هو يقفل في اي وقت. يعني عايز اقول ايه من الكلام ده، ان انت اول ما توصل للحد الادنى للسحب تبدأ ان انت تاخد فلوسك. ووقت ما انت بتشوف الحلقة اضغط على الرابط اللي موجود في الوصف بتاع الموقع، اتأكد ان الموقع شغال وتأكد ان الموقع بيدفع وكله تمام قبل ما تبدأ تشتغل. ولما توصل للحد الادنى خد فلوسك على طول. دي كده الحاجات الاساسية اللي لازم تعرفها في اي حلقة من سلسلة الربح من الانترنت للمبتدئين. دلوقتي اعرفك انت هتكسب من الموقع ده ازاي. الموقع ده من مواقع الدعاية والاعلان، يعني انت هتقدر من خلاله ان انت مثلا تدخل تعمل لايك على حاجة في الفيس وهتاخد عليها نقط، تدخل تشوف فيديو على اليوتيوب وتاخد عليه نقط، تنزل تطبيق وتاخد عليه نقط، تلعب لعبة اونلاين وتاخد عليها نقط، تسجل ايميلك وتاخد نقط. يعني كل الحاجات البسيطة دي هتبدأ ان انت تاخد عليها نقط. طب ايه فايدة النقط دي؟ النقط دي بعد كده هتحولها تاخد بيها فلوس، يا اما هتاخد بيها جيفت كارد تشتري بيها حاجة من اي موقع، يعني زي ما انت عايز. طرق سحب مميزة جدا في الموقع ده زي ما احنا شايفين، ان انت ممكن تحويل بنكي او بنك سكريل، او عايز مثلا جيفت كارد من باي بال او امازون، وممكن عن طريق فودافون كاش. اكيد هتلاقي طريقة من الطرق المتاحة عندهم دي تناسبك ان انت تسحب بيها فلوسك. ندخل دلوقتي في المضمون على طول ونبدأ نعرف ازاي تسجل في الموقع علشان نشرح تشوف لوحة التحكم الرئيسية للحساب بتاعك هتبقى عاملة ازاي، وتعرف ازاي تشتغل على الموقع. هنبدأ اول حاجة ونضغط على جوين. هنا هتدخل بيانات اليوزر نيم والباسورد، هتدخله مرتين والايميل مرتين، والاسم بتاعك وتاريخ الميلاد، الدولة والبلد والرقم البريدي، وهنحط علامة هنا ونعمل كومبليت. نبدأ ندخل البيانات. بعد ما دخلنا كل البيانات زي ما قلنا تبدأ ان انت تعمل كومبليت ريجستريشن هنا، اضغط عليها. بعد كده هو هيدخلك على الحساب بتاعك، لكن هيبعت لك رسالة يقول لك عشان تأكد الاكونت بتاعك لازم ان انت تروح الايميل وتضغط على اللينك اللي هم بعته لك. ودي طبعا بسيطة جدا، هنفتح الايميل ونضغط على الرابط بتاعهم. ادي الرسالة اللي جت من الموقع، هيقول لك ان انت اضغط على كومبليت ريجستريشن علشان تأكد الاكونت بتاعك. بيشكرك ان انت ضغطت على الرابط وكده الاكونت بتاعك بقى جاهز ان انت تشتغل عليه. نرجع للصفحة الرئيسية، وادي كده الصفحة الرئيسية للاكونت بتاعك. هنبدأ دلوقتي نشرح هتعمل ايه ومنين علشان تبدأ ان انت تشتغل، وازاي تعرف ان انت تجمع نقط وتحولها لفلوس، وازاي تسحب الفلوس بتاعتك دي. بس تابع معانا. الموقع ده الواجهة بتاعته سهلة جدا زي ما احنا شايفين. نبدأ من هنا على اليمين، ده لو هنا عايز تعمل لوج اوت، وهنا طبعا لو جالك اي اشعارات، وده البروفايل بتاعك لو عايز تعدل اي حاجة في بياناتك، ودي هنا عشان ترجع للداشبورد. هنلاقي هنا النقط الخضراء دي النقط اللي انت قدرت تعملها فعلا من شغلك في الموقع. يعني انت عايز تشوف انت اخدت نقط بتاعت حاجة ولا لا، يا اما هتبان عندك هنا في اللي هي النقط بالشكل الاخضر دي، او في الشاشة الزرقاء اللي هي بيندنج اللي لسه النقط ما تأكدتش، يعني هتبان هنا في الاخضر او الازرق. طيب هنا اجمالي الفلوس اللي انت حصلت عليها من الموقع، يعني سواء بقى بدلت النقط لجيفت كارد او اخدتها كاش زي ما انت عايز. هنا بقى النقط بتاعت الريفرال. ايه موضوع الريفرال ده؟ انت دلوقتي اشتغلت على الموقع والحال عجبك وعرفت تعمل منه نقط وتحولها لفلوس، وعرفت تدخل فلوس بحاجات بسيطة زي ما انت هتشوف دلوقتي. تبدأ ان انت ممكن تقول عليه لاصحابك وعلى اللي تعرفهم، وتبدأ ان انت تقول لهم ادي الرابط بتاع الاشتراك في الموقع، ادخل سجل على الموقع وابدأ اشتغل
من خلال الرابط ده ايه اللي بيحصل؟ هو هيدخل على الموقع وهيسجل وهيستفيد ان هو هيبدأ يشتغل، وانت هتستفيد ان انت هتاخد بونص علشان هو دخل من خلالك. يعني انت كأنك هتاخد عمولة علشان جبت واحد يشتغل في الموقع. فهنا هتعرف بقى الرصيد بتاع النقط اللي انت بتاخده من الريفرال اللي انت بتجيبهم دول، هيبان عندك في الشاشة الصفرة دي، وطبعا هنا زي ما قلنا الفلوس اللي اتحولت. طب انا دلوقتي عايز ابدأ شغل، منين بالظبط هبدأ شغل؟ كل الاقسام اللي عندك فوق دي هتبدأ ان انت تدور فيها على مهام تبدأ تعملها. اول حاجة اللي هي السيرفي دي الاستبيانات، لو عايز تملأ استبيان بتبدأ ان انت تضغط هنا وتدخل على اي استبيان وتملاه، بيقول لك مدة الاستبيان من 7 دقايق ل 12 دقيقة، يعني ولا حاجة اصلا، وهتاخد 750 نقطة. ادي استبيان تاني هتاخد عليه 2000 نقطة، استبيان تالت 4125، يعني على حسب اللي انت بتعمله. ممكن واحد يقول انا هكتفي ان انا هعمل الاستبيان اعلى 2 او اعلى 3 وهكتفي بكده، زي ما تحب، برضو الموضوع في ايدك انت، انت اللي تحدد. وزي ما قلت في الاول، انت على حسب وقت اللي هتديه للشغل هتدخل ربح، يعني ما اقدرش اقول لك انت بعد شهر هيبقى معاك قد كده نقط هتبدأ ان انت تحولهم، ولا حتى في اليوم تقدر تعمل قد كده. ممكن واحد يقعد يعمل مثلا الاستبيانات دي يجيبوا له مثلا 10000 نقطة، وواحد ممكن ما يكونش ليه في ان هو يملأ الاستبيانات ويكون بيدخل في القسم بتاع الجيمز ويبدأ ان هو يشتغل منه. القسم بتاع الجيمز برضه هتاخد منه نقط، بس نقط اقل، بس الموضوع اسهل. انت لا بتملى استبيان ولا اي حاجه، بتفتح لعبه، نشوف كده على سبيل المثال، نضغط على اي لعبه بيقول لك هتاخد بوينت واحده لما تلعب، ولازم تلعب لمده 30 ثانيه. نعمل بلاي، ده اعلان، تعمل سكيب، ودي كده اهي لعبه اشتغلت معانا وهلعبها لمده 30 ثانيه واخد نقطه، يعني ولا اي حاجه. هو ده الشغل بتاعك على الموقع. طبعا الموضوع ما فيهوش اي حاجه زي ما احنا شايفين، نقفل بس عشان نكمل الشغل بتاعنا. يبقى دي كده طريقه علشان خاطر انا اجيب نقط، سواء من الالعاب، كل دي العاب قدامي ابدا ان انا اجرب فيها زي ما انا عايز، العاب ايه انا بحبها وابدا ان انا اشتغل من خلال الالعاب. عايز استبيانات، عايز كويك بوينتس، دي عروض تانية بتبدا ان انت تدخل على لينكات مختصره وتبدا ان انت تاخد عليها بوينتس، برضو تجمع بوينتات منها. كل دي تبدا ان انت تجرب فيها، كل ما هتدخل على حاجه وهتعرف تعملها بشكل كويس هتبدا ان انت تاخد عليها نقط، والحاجه اللي تتقنها خليك فيها. يعني مثلا انت عرفت ازاي تملى السيرفي اللي هو الاستبيان، وازاي ان انت تاخد النقط بتاعته كامله وتعرف تجاوب على الاسئله، مفيش مشكلة. ابدأ ان انت ركز، اول اهتمامك اول ما تشتغل وتفتح الموقع ركز شغلك على الاستبيانات ان انت تخلصها، لان العائد بتاعها كبير. يبقى كل الحاجات دي هتجيب منها نقط تجمعها. طب انا دلوقتي عرفت ازاي هشتغل وعرفت ازاي هجمع نقط وعرفت رصيد النقط هيبان عندي فين، زي ما قلنا في الداشبورد بتاعتي النقط هتبان فين، وكل قسم من دول او كل جزء من دول خاص بايه. طب انا عايز دلوقتي اسحب الفلوس بتاعتي، عايز احول النقط دي لفلوس، هتلاقي في القسم ده الكاش اوت ان انت تسحب فلوسك زي ما انت شايف. لو عايز تسحب فلوسك عن طريق فودافون او اتصالات او اورنج، برضو الموضوع متاح جدا بحد ادنى 32 جنيه لل 10000 نقطة. وطبعا زي ما قلنا ال 10000 نقطة دول انت لو جبت الاستبيانات جبتهم خلاص. وهنا كمان بيوضح لك ان ال 5000 نقطة عاملة 1 دولار، 5000 نقطة عاملة 1 دولار، فطبعا الموضوع كويس جدا، انت مش خسران حاجه. لما تملى تخلص 5 استبيانات مش هياخدوا معاك نص ساعه مثلا، وتاخد عليهم 10000 نقطه يعني 32 جنيه كويس جدا، مش هياخدوا معاك نص ساعه. ده غير باقي الاقسام، انت لو دخلت جوه كل قسم وبدات تشتغل المهام اللي فيه يعني هتقعد كام ساعه وهتعمل فيهم فلوس قد ايه، في حاجه كويسه جدا. لو انت ما عندكش محفظه الكترونيه في الشركات دي، تقدر من خلال التحويل البنكي، تقدر من خلال بنك سكريل، تقدر من خلال كريبتو كارنسي، من خلال امازون، بيبال، كل دي طرق عشان تسحب بيها فلوسك. لازم هتلاقي طريقه تناسبك، سواء انت في مصر او في المغرب او في السعوديه هتلاقي طريقه من دول تناسبك لازم. وطبعا الموقع كويس جدا وشغال، وزي ما قلنا برضو ونوهنا في الاول ان انت لازم وقت ما بتشوف الحلقة تضغط على الرابط علشان تتأكد ان الموقع مازال شغال ومازال بيدفع. ولو عندك اسئلة سيبها لي في التعليقات واحنا شغالين عليه، هنقول لك ان كان شغال ولا بطل ولا ما بيدفعش ولا اي حاجة انت عايزها هتقدر ان انت تعرفها. دي كده الشغلة ببساطة، مش هتاخد منك وقت وهتعرف تدخل منها فلوس من غير ما يكون عندك خبرة في اي حاجة، وتبدأ ان انت تحقق دخل. لو انت استفدت من الحلقة فيد غيرك واعمل شير ولايك واعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة، ونشوفكم الحلقة الجاية.